قمم جازان جنوب السعودية تتميز بأشجار فريدة من بينها أشجار العود والصندل، حيث زرعت أولى شتلات الصندل في إحدى مزارع هيئة تعمير وتطوير المناطق الجبلية. استخدام الصندل طبعا يعتبر هام جدا في إنتاج الأدوية والمضادات الحيوية، أدوات التجميل، وما يتعلق بأيضا صناعة العطورات المختلفة، وذو قيمة اقتصادية عالية في الأسواق العالمية. خصوبة الأرض وارتفاع المناطق الجبلية عن مستوى البحر كان عاملين إيجابيين في تطوير الزراعة وكثرة المحاصيل، ما جعلها محل سباق المزارعين والمستثمرين في جازان. القيمة الجغرافية التي تملكها هذه الجبال والمميزات الطبيعية التي تملكها جعلت منها هدفا وموئلا مهما جدا للزراعات المختلفة، سواء القهوة، الكاكاو، الآن الصندل، وزراعات بشكل عام الزراعات الاستوائية التي تنمو في المناطق الاستوائية. جميع التجارب نجحت في منطقة جازان تحديدا، عموما وفي الجبال تحديدا في جبال منطقة جازان. مزرعة هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية كشفت عن نجاح أول مدرج زراعي في زراعة الصندل بعد عدة أبحاث بين الهيئة وجامعة جازان بالشراكة مع فريقين عالميين. من فيفا، أسامة القاسم، العربية.